يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل صلى العشاء خلف الإمام ولم يقرأ التحيات والصلاة الإبراهيمية، فما حكم صلاته؟ رجل صلى العشاء خلف إمام، نعم، ولم يقرأ التحيات والصلاة الإبراهيمية، فما حكم صلاته؟ هذا ترك ركنا من أركان الصلاة، وكان عليه أن يأتي بركعة بعد سلام الإمام، يأتي بركعة، ولكن لما طال الوقت طال الفصل فإنه يعيد الصلاة من أولها، لأنه ترك ركنا منها ولم يستدرك في وقت قريب ويأتي بركعة، فيكون لا، هو إذا ترك الصلاة، ترك التشهد والصلاة على الرسول، ترك ركنا، لكن ما هو يجيب ركعة، يعود ويأتي بالتحيات، يأتي بالتحيات والصلاة الإبراهيمية ثم يسلم. وإذا طال الوقت ولم يفعل هذا فإنه يعيد الصلاة من جديد. نعم.